السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال شيخ؟ الحمد لله. أريد أن أسأل يعني عن صحة حديث يقول صلى الله عليه وسلم يأتي قلب القرآن ما يقرأها رجل يريد الله الدار الآخرة. هذا الخبر لا. لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين لا يصح. وفي جزء اقرأوها على موتاكم ده برضو لا يصح. اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح، وكل الأحاديث التي وردت في سورة ياسين لا تصح. طيب يا شيخ يعني سؤال عام عن قرأت له لا الأموات، حكم قراءة القرآن على الأموات، هل يجوز يعني هل يصل الثواب للميت ولا لا يصل؟ وهل يجوز فعلا ولا هو بدعة؟ لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.